ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ لا أحد يرغب وينصرف عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم عليه السلام هي طريقته ومنهاجه، وهي الإسلام بمعنى الاستسلام التام لله عز وجل. ولقد اصطفينا وانتقينا واخترنا في هذه الدنيا إبراهيم نبيا ورسولا وأبا للأنبياء وخليل للرحمن وإماما للعالمين. ولقد اصطفيناه في الدنيا، قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: اصطفى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن، والكلمات كانت مجموعة من الاختبارات والابتلاءات، فاستحق أن يكون إماما للناس يقتدون به ويتبعون ملته. ولقد اصطفيناه في الدنيا، أكد الله عز وجل ذلك بثلاث: الواو ولام القسم وقد، والمقصود والله لقد. لاحظ معي أيضا أن من اصطفاه في الدنيا هو الله عز وجل، فكيف نرغب عن ملة من اصطفاه الله لنا؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والصالحون في الآخرة لهم أعلى درجات الجنة. وكانت دعوة سيدنا يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاللهم لا تحرمنا من صحبة الصالحين في الآخرة بمنك وفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيراً.